الو الو مرحبا. اهلا استاذ شفيق مرعي. نعم مين معي؟ معك رياض ابيسي من تلفزيون جديد. لك يا هلا بحبيب القلب يا رياض، كيفك؟ ماشي الحال، مرق وقت كثير ما سمعنا صوتك، كيف احب لك؟ يا هلا الله خليك استاذ شفيق، نحن عم ندق لك لانه بدنا منك مقابله لنعطيك حق الرد. لاي موضوع خلينا نقول؟ مخالفتك للماده 12 من القانون الجمركي. ايه؟ مخالفتك للمادة 12 من القانون الجمركي. المادة 12؟ نعم. لما كان هواة السرعة والسيارات الرياضية الفاخرة مشغولين بما أطلق عليه اسم جرون بري بيروت، شيء آخر كان يشغل بالنا في هذا السباق للسيارة. فسباق من نوع آخر كان يجري على حلبة من نوع آخر بين بعض أصحاب هذه السيارات الفاخرة والباهظة الثمن. سباق لا علاقة له بقوة محركات البورش والفراري واللامبرجيني، ولا بصباباتها ولا بأنظمتها الإلكترونية ولا انسيابية هيكلها ولا حتى بمهارة من يقودها. وسباق تمتد حلبته من العنبر 19 في مرفأ بيروت مرورا بمديرية الجمارك والمنطقة الحرة ومعارض السيارات الفاخرة وصولا إلى مصلحة تسجيل السيارات. هو سباق محاولة التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التسجيل المتوجبة على هذا النوع من السيارات. أما المتسابقون فمن العيار الثقيل من الفنانين والإعلاميين وأبناء المسؤولين كأبناء رئيس مجلس النواب على سبيل المثال لا الحصر. لذا عندما كان محبو السيارات الرياضية مأخوذين بهدير محركات الحصان الجامح وعيونهم مسمرة على الاستعراضات التي أقيمت على هامش السباق، كانت عيوننا تبحث في مؤخرات السيارات عن الرمز ميم، عن إدخال مؤقت تتسرب منه الملايين من الدولارات.